اختار ملتيبل وكونسترينت اختارهم ويعمل في وانت لما توصل لها المرحله اللي انا وصلتها، ثم تجي من البدايه تسمي كذا، تعمل كليك وتسمي، امور طبيعيه جدا ما في صعوبه. يلا اشتغلوا، هات اشتغلوا نفسي تماما، هات واي سؤال اسالوا. السؤال بالله ايش البلانات هنا في ستراكشر البلان؟ لاحظ اني غير طالع، ليش؟ غير ظاهره، ليش؟ الليفل لما نرسم بامر كوبي ما يظهر، الليفل لما نرسم بامر كوبي ما يظهر هنا. لو رسمته بامر ليفل طوال ايش يظهر، تمام؟ ما هي مش مشكله، هي سهله جدا. لا ما ظهرش، احنا بنروح نظهره. من وين نظهرهم؟ هنا لا، لازم يكونوا قدامنا، لازم، عشان احنا نذهب الى الطابق الارضي، الطابق الثاني صح؟ نذهب من فيو، كلنا نذهب الى فيو، نذهب من فيو. لاحظ باللون الاسود غير ظاهرات، ولا باللون الازرق ظاهرات. نذهب من فيو، في فيو في حاجه اسمها بلان فيوز، تحت اسفل طوالي، بلان فيوز. بلان فيوز. من بلان فيوز في حاجه اسمها ستراكشرال بلان. اذا من فيو بلان فيوز ستراكشرال بلان. لاحظ لما تفتح كذا حتحصل الطوابق ما ظاهره هنا موجوده في هذا القائمه، صح؟ نحددها كامل ونعمل ايش؟ اوكي، ايش حصل؟ ظهرت وحولك لاخر ايش؟ طابق. لاحظ لما نعمل اوكي حولك لاخر طابق عادي، قول رجعني للفيشن فيها شنو؟ تمام؟ ثاني نمشي من فيو، من فيو هنا بشرح لكم هنا، من فيو، من فيو تذهب الى بلان فيوز، من بلان فيوز تذهب الى ستراكشرال بلان، هتحصلها موجوده هنا، لو ما موجوده تحصلها ظاهره. اوكي لما نعمل اوكي بيحولك لاخر بلان. انت طبيعي يقول لي رجعني، لو داير تنقل خلاص، هو بيحولك للستير طوالي. ولاحظوا انه رتبهم فاونديشن سكند بلان 3 5، مفهوم يا جماعه؟ ثاني خلاص لاحظوا كلهم ظهروا باللون ايش؟ الازرق. يلا في حاجة داير أوريكم قبل ما ننتقل للجريدات ونختم إن شاء الله. لو غلطت مثلا، غلطت في الارتفاعات، شخص ثاني بدل ما هذه أربعة، لاحظوا احنا قلنا هذا أربعة صح؟ الأرضي أربعة وأنا ما عملت أربعة، لازم أرجع أحذف ولا شنو صح؟ لا، الريفيد قلنا التعديل فيه أسهل من الرسم، التعديل فيه أسهل من الرسم. طبيعي جدا، يا إما إنك تجي تحدد كذا وتقول هذا أربعة، لكن بهذه الطريقة حيقوم يرفع لفوق كل الطابق. لا ما يرفع كل الطابق، لو بيرفع كل الطابق كويس، حيقوم يرفع الطابق ده ويصغر من الطابق الثاني. لاحظوا لو عملت أربعة ايش حصل؟ حول ذا لمترين وعشرين هكذا، وهذه طبعا مش كويسة. في طريقة أحسن إنك تقوم ايش تحدد الطوابق كلها وتقول لها موف وترفعها كلها، بس من حيث المكان داير ترفع منه. أنا داير ايش؟ أكبر هذا المكان. أجي الآن شوف، كنا احنا بنتعلم أمر موف وكوبي صح؟ في نفس الوقت. يلا نختار هذه، بسيط جدا، كيف تختار؟ كليك من هنا. دائما يا جماعة الاختيار من اليسار لليمين ايش؟ يختار ما دخل جواه. من اليمين لليسار أي حاجة ايش؟ يحصلها. مثلا لو جيت أختار كذا ولا أختار حاجة. ليش؟ لاحظ لو جيت كذا ولا أختار حاجة، لأنه ايش؟ ما فيش حاجه دخل جوا. لو عملت كذا اختارهم كلهم، لكن لو جيت عملت من هنا من النص اختارهم كلهم. يلا نقوم نختار الجريدات التي نعمل لها موف عشان يكبر ايش ارتفاع الطابق ايش الارضي، نختارهم ونذهب الى ايش؟ الى موف. في اي مكان نذهب في الشاشه اعمل كليك في اي مكان، بس انت داير توريه كم يرفعهم، مش ضروري يروح لها كم ارفع الطابق هذا، اعمل كليك وارفع لها فوق. كم تشي ترفعه؟ لا هو ثلاثة، هو عندنا أربعة، كم عرفعه؟ واحد منه، تضغط واحد أنتر دايركت ورفعهم. لاحظوا جيت الآن هات أربعة، نعيد كنترول زد، أي حاجة جماعة كنترول زد، أو من هنا إيش أندو. يلا نختار الطوابق الذي الفوق الأعلى من الطابق إيش الأرضي، ثم نذهب إلى إيش موف، ثم نذهب الى اي مكان في الشاشه بس نحدد له المسافه اللي داير يعملها ايش موف. تعمل لازم نعمل كليك وترفع على فوق، نوريه الازاحه هل هي فوق ولا فوقيه ولا راسيه، تمام؟ لاحظ انه كونسترين شغاله مهمه، لو احنا ممكن تضيف كذا، ممكن تزيح كذا بجانبي، لا هذه كونسترين خليها غالبا ايش شغاله،
وتضيف الآن المسافة يدار أيش ترفعها واحد وانتر بس الآن كل شيء ضبط مفهوم ما تطبق يا جماعة هذا خلاص هذا حاجة أيش لو كمل يا جماعة طوابق اعمل سيف 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 لا تنسى أيش أمر سيف يلا هذه أول خطوة نذهب إلى جماعة وين إلى الطابق أيش مثلا إلى السكن أو إلى الفرست لاحظوا وين الفرست يا جماعة وين الفرست وين الفرست مفترض يظهر لنا لاحظوا جينا للنورث في حاجة اسمها أيش والجراوند وين الجراوند والفرست ما ظاهر هنا هما الليفل 1 والليفل 2 ما غيرهم لأنهم ديفولت الديفولت ما غيرهم كيف نغيرهم نغيرهم بسهولة جدا الليفل 1 أيش سميناه جراوند فلور أجي عليه كليك يمين وأقول له أيش رينيم موضوع بسيط ايش كان رقمه 1 1 خلوه بالانجليزي يبدا من حي... من حتى بالرقم جراوند ايش جراوند جراوند فلور هو فاهم انه الليفل 1 هو الجراوند فلور هو فاهم ايش جراوند بلان صح بلان انتر بس شوف طلع على فوق لمكانه يعني نجي لليفل ايش تو كليك يمين نقول له ايش رينيم اعاده تسميه ونكتب ايش تو صح تو ونكتب 1 1 اس تي ايش بلان انتر بس هذه الخطوه يدعمها موضوع بسيط جدا حتى التسميات لو ما عملتها في البدايه زي الباشمهندس قال بصميم في البيت سميم في البيت ما عندي مشكله الريفت موضوع ما سميت جي بكره جي مثلا يوم ثاني ادخل للنورث وسمي داير تعدل تعال لهنا وعدل ما عجبه الباشمهندس مخطط الطابق القواعد عدل له الريفت التعديل فيه سهل جدا جدا بس انت مع اللبنه الاساسيه الاولى تمام وافهم البرنامج يلا يا باشمهندسين نذهب الى مثلا جراوند فلور طيب لو الجريدات هل ارسمها في كل الطوابق ولا في طابق واحد في الريفت؟ في الاوتوكاد بنرسم في طابق بعدين نعمل لها كوبي صح؟ نشيل من هنا ونوديها للبلان الثانيه الثالثه الرابعه. لا هنا بترسم في بلان هو بيقوم يعيش يعممها لك في كل الطوابق. بسم الله. كيف نبدا؟ كيف نرسم جريدات؟ نفس المكان من ستراكشر في حاجه اسمها تحت جريد. جريد. لاحظ؟ جريد. لما نضغط عليه نفس الاوامر حق الليفل الان نصها نص لكن في اضافه اي شيء الذي هي الارش وفي الذي قطر تحدد القطر دائره ليش اضاف في الجريدات هذه الحاجه على الليفل هل في بلان هل في بلان على شكل ارش يعني ليفل ليفل ما في ليفل ارتفاع لا في جريد في بيم كده في منشا دائري صح منشآت دائرية الأعمدة حقها تحصلها كذا فإذا عمل لها ايش جريدات دائرية لاحظوا نفس بالنسبة للأمر ممكن نشتغل بأمر لاين أولا نرسم الجريد بهذا الشكل طبيعي جدا ثم نجي إلى هنا ونرسم الجريد الثاني نفس الشيء 4 متر ونرسم الجريد الثاني هذا بالأمر الأول الأمر الثاني أمر البيك صح أمر بيك نجي إلى أمر بيك ونضع ايش الأوفسيت 4 متر ونجي للجريدات نفس اوامر ايش؟ الليفل معانا الجديد ايش هو؟ ستارت اند راديوس تحدد البدايه والنهايه ثم تحدد ايش؟ القطر مثلا لو كان معك مثلا من هذه النقطه لا هذه النقطه جريد اسمه بالقطر كذا لاحظ انه ايش عمل يا باشمهندسين؟ المفترض انه هذه النقطه يجيبها هنا لكن بعتها ليش؟ بسبب الاوفست هذه الاوفست لازم تكون معك زيرو لما تشتغل انتر لاحظوا جيت الان اقول له من هنا لا هنا شغل يعني الريفت يحتاج له تركيز بس تركيز جماعه الفيديو قلنا لكم ايش موجود معكم شوف الكلام ما بين نتكلم ايش موجود صح ما بتنسى ان شاء الله نختار الخيار الثاني شوف خرجنا من الامر طبيعي جدا نرجع لوين للجريد ونختار الامر الثالث ايش نشوف ايش فيه هذا الامر بيقول لك حدد لي نقطه البدايه وحدد لي القطر شوف قطر بيقول لك حدد لي قطر حددت قطر هو يقوم يقول لك يقوم يرسم ايش الدائره لا نفس النقطه